أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسلك طريقه إلى يوم الدين. وبعد، فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للخير يتضاعف فيها الأجر والثواب، ومن تلك المواسم شهر رمضان الذي أكرمه الله تبارك وتعالى دون سائر الشهور. أكرم الله عز وجل شهر رمضان وميزه عن غيره من الشهور بليلة القدر التي أنزل فيها القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه الليلة المباركة، هذه ليلة القدر، ليلة مشرفة مكرمة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند كافة المسلمين أجمعين. ميزها الله تبارك وتعالى بعدة صفات وبعدة خصائص. أولى هذه الخصائص أن الله تبارك وتعالى وصفها بأنها ليلة مباركة لكثرة بركتها ولكثرة خيرها ولكثرة فضلها، وصفها الله تبارك وتعالى وشرفها دون سائر الليالي في شهر رمضان المبارك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه هي بركة نزول القرآن الكريم فيها. من أهم وأعظم مظاهر البركة في ليلة القدر أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن الكريم فيها على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأصبحت هذه الليلة مباركة بنص القرآن الكريم. كذلك ميزها الله تبارك وتعالى بخصائص أخرى، أن هذه الليلة ليلة أخبرنا عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنها ليلة مغفرة الذنوب. كيف ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فحري بنا أيها المسلمون أن نجتهد في الطاعة والعبادة لله رب العالمين، وخاصة في هذه الليلة المباركة، حتى يتقبل الله منا صومنا، وحتى يتقبل الله منا عملنا، وحتى يتقبل الله منا طاعتنا، وحتى يتقبل الله منا كل شيء، فيغفر الله تبارك وتعالى لنا في هذه الليلة المباركة بسبب بركتها وبسبب عظمتها وبسبب أنها ليلة ذات قدر عند الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا جميعا أن نجتهد في طاعة الله عز وجل، وأن نكثر من تلاوة القرآن الكريم، لأنها ليلة القرآن، فحري بنا أن نقرأ القرآن الكريم في ليلته المباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، إنها ليلة المغفرة، إنها ليلة القدر، إنها ليلة العظمة التي يجب علينا جميعا أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وعن مصرنا الحبيبة، وعن سائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.